تتعامل العديد من النساء مع تساقط الشعر كجزء من الحياة لأنه بيعتقدوا أنه ما إلى حل، ولكن إذا منتطلع بعمق منكتشف أنه الجذور الضعيفة هي سبب رئيسي لتساقط الشعر. المشاكل الصعبة مثل تساقط الشعر بتحتاج إلى حلول تعالج من الجذور. المطلوب هو حل طويل الأمد تم بحثه واختباره من قبل خبراء مثل دابر أملا حلول تصحيح الشعر. تم تحضيره بأكثر من 20 مكون عشبي ومزيجة من الزيوت النقية، وأثبت أنه بيحسن من صحة بصيلات الشعر من خلال تقوية الجذور. يعطيك شعر قوي طويل وصحي. جربي دابر أملا حلول تصحيح الشعر، رح تلاحظي الفرق على الأكيد.